حياكم الله مشاهدينا من جديد، وإلى آخر مواضيع أمسيتنا لليوم، حيث أصدر معهد الشارقة للتراث العدد الجديد من مجلة مراود، حيث احتفى العدد بأبرز إنجازات المعهد وفعالياته وبرامجه، مستعرضا الأبواب الثابتة في المجلة، موضوعات تراثية مزجت بين الشعر والفنون الشعبية. الحديث أكثر حول مجلة مراود وعددها الجديد، يسعدنا أن يكون معنا عبر هذا الاتصال المري الدكتور مني عبد القادر، مدير إدارة المحتوى في النشر في معهد الشارقة للتراث. حياك الله دكتور، نورتنا اليوم في برنامج أماسي. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. طبعا نبارك لكم صدور العدد الجديد. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المجلة والعدد كذلك، نتحدث في البداية عن مجلة مراود، أهميتها بالتأكيد. طبعا بداية أشكركم على هذه السانحة الطيبة وعلى مواكبة مختلف إنجازات معهد الشارقة للتراث وبرامجه الثقافية. مجلة مراود هي مجلة تندرج في سياق اهتمام معهد الشارقة للتراث بالنشر، النشر الرقمي والنشر العلمي والنشر بكافة أشكاله وألوانه، إذ يعنى المعهد بنشر الموضوعات التراثية والثقافية التي تتصل اتصالا وثيقا بمجال اختصاصه وبرؤيته ورسالته، بانفتاحه كذلك على التراث العربي والعالمي. وقد صدر من المجلة إلى الآن أكثر 24 عددا، العدد الأخير وهو العدد 24، وقد شمل العديد من الموضوعات الثقافية والتراثية المهمة والغنية. حاولت المجلة عبر أعدادها السابقة أن تواكب من خلال ملفاتها المعتمدة العديد من القضايا الثقافية والموضوعات التراثية والثقافية المتنوعة، سواء على المستوى المحلي البيئة الإماراتية، وقد ركزنا عليها بشكل بقسط وافر، حيث حاولنا في كل ملف من ملفات العدد الماضي التركيز على قضية، كمثلا رمضان في الذاكرة الشعبية الإماراتية، أو العيد عيد أول، أو الأعياد بشكل عام. كما ركزنا كذلك على مواسم القيض، حسابات الضرور، حسابات السهيل، الطوالع والنجوم، القهوة وتراثيات القهوة عبر التاريخ وبالتراث العربي كذلك. إذا هذه المجلة تعنى بطرح مختلف القضايا الثقافية والتراثية التي تلامس مختلف الموضوعات المهمة التي تهم القارئ العربي والإماراتي على حد سواء. بالتأكيد دكتور. نتحدث كذلك عن، نعود كذلك للوراء لأول عدد من هذه المجلة، نتحدث كذلك التغيرات التي أصدرت عليها من خلال هذه المجلة من بدايتها وحتى وصولها لهذا الإصدار. بالتأكيد طبعا كانت المجلة في انطلاقتها الأولى تحاول أن تتلمس لها طريقا في مجال البحث والنشر والمكتبة العربية والإماراتية على وجه الخصوص. فكانت في البداية مجلة تصدر خلال كل شهرين مرة، مهتمة بمختلف القضايا التراثية والثقافية كما أسلفت. وقد بدأنا هذه المجلة في عددها الأول بإطلالة وافرة ومكثفة على قلب الشارقة، هذا القلب النابض بالتراث، حيث تتجلى فيه المعالم التراثية والبيوتات القديمة والحصون والقلاع والأبراج والمساجد وغيرها من المعالم التراثية والتاريخية والسور الذي يربط الإنسان بالماضي. إذن هذه المنطقة النابضة بالتراث التي ترتحل بالزائر إلى أعماق التاريخ، حيث المكان الذي سكنه الإنسان وعمره حين من الزمن قبل أن يؤذن به الرحيل، لكنه ما يزال الآن باقيا وشاخصا للوجود. المجلة من خلال هذا العدد الأول الذي حوى هذه الموضوعات الغنية حاولت أن تستمر في هذه الانطلاقة وتقدم للقارئ الإماراتي والعربي وحتى للأجنبي كذلك مادة تراثية غنية. ثم تطور نطاق المجلة واتسع نطاق انتشارها، فأصبحت مجلة شهرية تعنى بطرح مواضيع ثقافية وتراثية كل شهر، مركزة على رموز التراث والرواة والذاكرة المكانية والكنوز البشرية بمختلف ألوانهم وانتماءاتهم الثقافية. كما تركز كذلك هذه المجلة في مقارباتها على التراث العربي ثم العالمي. فتحنا نافذة مسرعة على التراث العالمي للاحتفاء بهذا التراث وللتعبير كذلك عن المشروع الثقافي المستنير لإمارة الشارقة وبقيادة حاكمها صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، المشروع الثقافي الذي عم الأفق بنوره المشع والمشرق، والذي بوأ الإمارات مكانة سامقة في المحافل الدولية. وهذا ما لمسناه كذلك حتى في أعداد المجلة السابقة من خلال مواكبتها لمختلف البرامج الثقافية التي تطرحها الإمارة الباسمة، والتي أصبحت بسببها كذلك مركز إشعاع ثقافي وتراثي وحاضنة للتراث العالمي. الشارقة الآن أينما ذكر اسمها يتبادر إلى الأذهان تلك الإمارة المشعة بالأمل، بالنور، بالثقافة، بالعطاء، بالإبداع، بالتميز،
بكل ما يصل الإنسان ويوصله إلى المستقبل المستشرف، بكل كذلك ما يفتح الأبواب مسرعة إلى الحوار والتفاهم والتعايش والتواصل مع الآخر في نطاق البرنامج وبنطاق المشروع الثقافي لسمو حاكم الشارقة. إذن المعهد الشارقة للتراث من خلال هذه المجلة أو من خلال مطبوعاته المختلفة يعمل على تجسيد وتكريس رؤية الشارقة الثقافية في انفتاحها على الآخر. الشارقة حاضنة التراث العالمي وحاضنة كذلك للإبداع بمختلف ألوانه وأشكاله. بالتأكيد، ونحن نفتخر كذلك بأننا جزء من هذه الإمارة الباسمة بالتأكيد. دكتور، نتحدث اليوم عن تفاصيل هذا العدد الجديد، ما أبرز العناوين التي تصدرت في هذا العدد؟ جاء هذا العدد الأخير من مجلة مراود حاوية مجموعة من الموضوعات الثقافية المهمة، كان يتصدرها بطبيعة الحال الحدث الثقافي والتراثي الأبرز الذي شهدته الإمارة وبخاصة في مدينة فربكان، حيث حظيت هذه المدينة بمباركة وتشريف صاحب سمو حاكم الشارقة لافتتاحه أبرز المشاريع الثقافية والتراثية في المدينة، وكان من طليعة هذه الأماكن التراثية أو المواقع التراثية المنطقة التراثية بخرفكان. هذه المنطقة التي تعود في تاريخها إلى تاريخ موغل في القدم، وتراث عريق كذلك يصافح أعماق التاريخ. المنطقة التراثية بكافة مرافقها التي ضمتها، وهي البيوتات الثقافية والتراثية التي سكنها الإنسان في ذلك المكان. فكانت هذه الانطلاقة وهذا الافتتاح إذانا ببدء مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة وفي تاريخ مدينة خرفكان، استكمالا للمشروعات الثقافية والتراثية والتنموية الكبرى التي قادها صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة في هذه المدينة الباسمة وهذه المدينة الجميلة التي أصبحت وجهة للسياح وطلاب الثقافة والزوار من شتى الثقافات ومختلف الألوان والأجناس الثقافية، يتفيئون ظلال هذه المدينة الجميلة سواء على الكورنيش الذي يجاور المنطقة التراثية بخرفكان، أو سوق شرق، وهو السوق القديم الذي حوى العديد من المحلات القديمة التي كانت تصدر وتمول المنطقة وساكنتها من خلال البضائع المستوردة والبضائع الاستهلاكية اليومية والمقاهي التي كان يجتمع فيها أبناء المنطقة. هذه المنطقة التراثية أهميتها تكمن في أهمية الاهتمام بالتراث وفي أهمية كذلك المشروع الإحيائي لصاحب سمو حاكم الشارقة. ودائما عندما نذكر هذا المشروع الإحيائي نستذكر كذلك بدء هذا المشروع، أنه ارتكز على مرتكزات مهمة وهامة جدا في هذا السياق، وهي الحفاظ والحفظ والصون والإحياء. فلا يمكن أن نتحدث عن المنطقة التراثية بخرفكان التي تم افتتاحها مؤخرا بمعزل عن الحديث عن هذه المرتكزات الأساسية، حيث رمت هذه المرتكزات وجسدت على أرض الواقع من خلال المرافق التي احتضنتها المنطقة التراثية، من خلال بيت الشباب ونزل الرياحين، من خلال بيت الرحالة والرحالة الأجانب والعرب الذين زاروا المنطقة حين من الزمن وكتبوا عنها انطباعاتهم ومشاهداتهم، فكان لهم مكان قائم بذاته في المنطقة التراثية بخرفكان. يحوي هذا المكان العديد من الكتابات التاريخية والتراثية والثقافية التي عبر من خلالها الزائر زائر المكان في قديم الأزمان عما تعالق في ذهنه من ذكريات ومعلومات عن مدينة خرفكان، المدينة النابضة بالحياة عبر التاريخ، المدينة الضاربة كذلك في أعماق التاريخ بقصص وافر. فإذا بالإضافة إلى هذا البيت كذلك هناك بيت آخر يتكلم عن الخرائط القديمة، عن حضور وظهور خرفكان كمدينة على الخرائط القديمة سواء من خلال خريطة بترفان أو غيره من الجغرافيين الذين وثقوا من خلال خرائطهم باسم خرفكان على هذه الخرائط. ثم المقتنيات التي كان الرحالة يصطحبونها معهم عند زيارتهم للمدينة أو غيرها من مدن الإمارات أو مدن الخليج بشكل عام. إذن هذه المنطقة التراثية كذلك حوت المتاحف الشخصية لأبرز أعلام ورموز مدينة خرفكان، متاحف ضمت بين تضاعفها أو بين جوانبها العديد من المقتنيات التراثية القديمة التي تعبر في مجملها عن نمط العيش وحياة الإنسان في ذلك المكان منذ قديم الأزمان، سواء الأدوات الزراعية أو أدوات الزينة والأزياء أو أدوات الألعاب. وهناك كذلك بيت خاص بالألعاب، رواق للمكتبة، يحوي أبرز إصدارات معهد الشارقة للتراث التي تتناغم مع الأجواء التراثية الحانية بالمنطقة التراثية بخرفكان. هناك مجلس الدامة، وهناك كذلك مجلس التراث، وهناك العديد من المرافق، وهناك البيوت أو بيوت الحرف الشعبية، بيت المدبسة وبيت التلي وبيت صباغ الملابس وغيرها من الحرف التي كانت منتشرة ومزدهرة ومعروفة في المنطقة التراثية أو في مدينة خرفكان بشكل عام، بالإضافة إلى ما حواه كذلك سوق شرق، السوق القديم بخرفكان، من معلومات ومعالم مهمة جدا
ما تزال إلى الآن شاخصة، وتم ترميمها وتأهيلها، وأصبحت الآن متحفا تقليديا يضم بانوراما تراثية أو لوحة تراثية متناغمة ومتجانسة ومتنوعة المضامين، فيها المطوع الذي يعبر عن نمط التعليم التقليدي القديم، فيها الطواش الذي يعبر كذلك عن مرحلة من مراحل الحياة البحرية والتجارة كذلك، يعبر كذلك عن نمط من التراتبية الاجتماعية في ذلك الوقت. هناك بيوت مختلفة، هناك بيت الحداد، وهناك بيوت الخياطة وغيرها من المهن التي عرف بها الإنسان في ذلك المكان وشكلت جزءا مهما من ماضيه. إذا المنطقة التراثية تعود في هذه الحلة البهية والجميلة بعد افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة، لتقدم للناس لوحة تراثية متناغمة جميلة تحوي التراث والتاريخ والثقافة العريقة، كما تحوي كذلك أو كما يحوي تحوي القناة المائية التي تم تدشينها كذلك. أصبحت وجهة سياحية بالنسبة للمارة الذين يزورونها من كل حدب وصوب لأخذ صورة تذكارية أو للتجول أو لاستنشاق الهواء أو للتعرف كذلك على مختلف مرافق المدينة التي أصبحت وجهة جاذبة للسياح من مختلف، سواء من أبناء المنطقة أو من أبناء الإمارات أو من حتى من العرب المقيمين أو من الأجانب كذلك الذين يفدون إلى المنطقة بين الفينة والأخرى. إذن هذا المشروع مشروع مهم وغني، ويقدم كذلك صورة عميقة عن الاهتمام بالتراث الإماراتي، عن اهتمام صاحب السمو بهذا التراث بذاكرة المكان في أبهى صورها وأجمل أشكالها. دكتور، كذلك يعني احتفيتم في هذا العدد موضوع القهوة تاريخ من المتعة، موضوع بالتأكيد جذاب وشيق، نتحدث عن هذا الموضوع. اعتاد معهد ساقل للتراث في مختلف مناسباته على الاحتفاء بالمناسبات العالمية، المناسبات التراثية العالمية والمناسبات كذلك المحلية، ومن جملة هذه المناسبات يوم القهوة العالمي، وهو اليوم الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام بعد اعتماد منظمة اليونسكو لهذا اليوم يوما للاحتفاء بتراثيات القهوة وآدابها حول العالم. والقهوة المشروب المشهور المعروف عند العالم، تاريخه وتراثه وآثاره وثقافته قبل أن يتحول الآن إلى القهوة المادة المشروبة الآن على نطاق واسع وعلى أذن المقاهي المتنوعات النكهات المختلفة ومختلفة الانتماءات، سواء في الإمارات أو في المنطقة العربية أو حتى على العالم مستوى العالم. بدأنا هذا العدد بالحديث عن أهمية القهوة من تاريخ نشأتها وظهورها، ثم مواطن انتشارها والمواقع التي توزعت عليها، ثم خريطة العالم أو أطلس تاريخ القهوة حول العالم بدءا من اليمن ثم العالم. وقد حاولنا من خلال هذا الملف التركيز على أدبيات القهوة وآداب صب القهوة في الإمارات، أنواع الدلال وكيف تصب القهوة وما هي الآداب المرافقة لها، وكيف تغنى الشاعر الإماراتي النبطي بالقهوة وآدابها، وكيف كانت تزرع البهجة في نفوس الناس في نفوس المجتمع وأبناء المجتمع. كما تعبر القهوة كذلك في التراث الإماراتي بوصفها رمز للكرم والضيافة، ولها طقوس ولها كذلك عادات مصاحبة، سواء تعلق الأمر في آداب صب القهوة أو بأنواع القهوة أو أنواع الدلال وما شابه ذلك. إذا القهوة تعبر عن التراث الثقافي الذي يجمع البشرية مهما اختلف بها المزار ومهما شط بها المزار، لكنها تبقى في نهاية المطاف تعبر بمختلف نكهاتها بمختلف أشكالها عن التراث العربي أو التراث العالمي في أبهى شكل. بالتأكيد دكتور. دكتور، هذه المجلة العريقة كيف يتم اختيار محتوى المواضيع التي تنشر فيها بالتأكيد؟ طبعا تخضع الموضوعات المنشورة بالمجلة إلى التحكيم العلمي من خلال اللجنة العلمية للمجلة وللمحتوى والنشر بشكل عام بمعهد ساقل للتراث. كما دائما نحاول أن نقدم للقارئ الإماراتي والعربي مادة غنية وخصبة ومتنوعة وغير مطروقة، لذلك هناك شروط معينة يجب توافرها في أي عمل يقدم إلى المجلة، حرصا على سلامة ومصداقية هذه الأعمال التراثية والثقافية والملكية الفكرية لأصحابها. وبالتالي عندما نستقبل أول شيء عند في كل عدد في نهاية كل عدد نعلن عن العدد المقبل وعن الملف المقبل ومضامين الملف المقبل، بحيث يتسنى للكتاب والخبراء والباحثين ممن يرغبون في كتابة مقالاتهم أو عرض موضوعاتهم ضمن المجلة لتقديم مقارباتهم فيها، فنستقبل تباعا المقالات المقدمة والمرشحة للنشر وتخضع للتحكيم، ومن ثم يتم إدراج ما تم الاتفاق عليه وما تم إجازته للنشر، ما تمت إجازته للنشر يتم إجازته أو رفعه أو إدراجه ضمن قائمة النشر.
دكتور، يعني حابين كلمة أخيرة توجهها من خلال برنامج أماسي مع العدد الأخير لمجلة رواد، وكذلك يعني رسالات التي تبث هذه المجلة العريقة في مجال التراث بالتأكيد. في مجلة مراود دائما نقدم وجبة ثقافية تراثية متنوعة تستهدف القراء والكتاب المختلف في المجالات الثقافية. نأمل دائما على التواصل والتفاعل مع هذه المجلة وموضوعاتها إسهاما في إثراء المشهد الثقافي والمكتبة الإماراتية بموضوعات غنية. نأمل كذلك ونفتح الأبواب مسرعة لكل الكتاب بمختلف المستويات للتواصل معنا لنشر أعمالهم ومقارباتهم احتفاء وتوثيقا للتراث الإماراتي بمختلف أجناسه وعناصره ورموزه. ومن خلال طبعا منبركم هذا الإعلامي الرائد نقدم التحية لكم ولإسهاماتكم في متابعة مختلف الأنشطة الثقافية التي تنظمها المعهد. بالتأكيد دكتور، والشكر كذلك موصول لكم بكل الجهود التي تقوم بها إدارة التراث في بث هذه الجهود الكبيرة في دعم التراث بشكل عام على مستوى الإمارة بمناطقها المختلفة. نتحدث دكتور كذلك يعني برأيك يعني ما وجود التطور الموجود كذلك في دولة الإمارات وفي العالم كامل، يعني كيف حال هذه المجلات التراثية وكذلك امتدادها إن شاء الله في خضم هذا التطور الكبير الإلكتروني وكذلك إيصال الرسائل التراثية من قبل هذه المجلات أفراد المجتمع بالتأكيد. طبعا هو قبل فترة تم الحديث في الكثير من المحافل الثقافية والإعلامية عن النشر الرقمي، وأن النشر الرقمي سيقوم مقام النشر الورقي أو النشر المكتوب. فهذه الجدلية القائمة الآن أدت بالعديد من المجلات إلى أن تتحول إلى مجلات رقمية، لكن يبقى للمجلة الورقية دورها وأثرها كذلك عند القارئ في احتفاظه بهذا المقتنى الثقافي القيم. لذلك نحن دائما حاولنا حتى مع انتشار جائحة كورونا أن نعمل على التواصل مع القراء من مختلف البلدان الثقافية برفع المجلة بتحويلها إلى مجلة رقمية بشكل معين، على أن تبقى كذلك المجلة تصدر ورقيا بنفس الحلة. وهذا هو المهم دائما. هناك الإمارات تدعم هذا التوجه، معهد سارق للتراث يدعم هذا التوجه، توجه نشر الثقافة بمختلف أجناسها وألوانها بالتواصل مع الآخر عبر الثقافة، في جعل الثقافة مادة غنية للحوار والتواصل والتفاعل من خلال النشر. وهذا الأهم الذي يقوم عليه معهد سارق للتراث، هو أن النشر يعتبر الجسر الذي يربط بين الثقافات المختلفة. لذلك يتبنى المعهد رؤية ثاقبة تتسق مع رؤية صاحب السمو حاتم الشارقة وتنفيذا لتوجيهاته الكريمة من خلال تعزيز قيم النشر الثقافي في التواصل مع الآخر ترجمة ونشرا وتحقيقا وتواصلا وتفاعلا من خلال الفعاليات كذلك الثقافية والبرامج المختلفة. بالتأكيد دكتور مني عبد القادر مدير إدارة المحتوى في النشر في معهد الشارقة للتراث شكرا لك على تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق بإذن الله. شكرا جزيلا. الله يخليك، تسلم. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم، دمتم بحفظ الله ورعايته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.